المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها اثني عشرة إصابة جديدة بالكورونا في البلاد اليوم. وزارة التعليم تصدر توضيحا بشأن البدء الجزئي للتعليم. بناء ثلاثة مدارس في فورو. بوتين يدعو تركيا وإيران للمساعدة في الترويج للحوار مع سوريا. مجلس الأمن يؤيد الدعوة لهدنة عالمية بسبب كورونا. بيلوسي تدعو لفرض عقوبات على روسيا حول مسألة دفع أموال لقطاع الجنود الأمريكيين. أهلا بكم مشاهدينا. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية الواسعة التي أجريت اليوم الثاني من يوليو للمواطنين في مراكز العزل الصحية بمختلف مناطق إقليم القشبركة أكدت إصابة 12 شخص بفيروس كورونا، وظهرت 7 من الإصابات يوم حجر، واثنتان في قرقر، وواحدة في قرنفيت، وواحدة في علي قدر، وواحدة في هيكوتا، وقدم جميعهم مؤخرا من السودان. هذا وبلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد عامة حتى اليوم 215 إصابة، تم شفاء 56 منهم، ويتلقى 159 مصاب الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة الثاني من يوليو 2020. أصدرت وزارة التعليم توضيحا بشأن التعليمات التي أصدرتها اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا للبدء الجزئي للتعليم. وقال المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب في المقابلة التي أجراها مع إذاعة صوت الجماهير الإريترية أن وباء كورونا يحتاج إلى احتياطات كبيرة ولا يتطلب الإهمال، ورغم ذلك فإن إعادة بدء العملية التعليمية مع اتخاذ كل الاحتياطات استراتيجية جيدة. لذلك سيبدأ طلاب الصف 11 وطلاب المدارس الفنية التعليم يوم الاثنين 6 يوليو، والطلاب الآخرين نهاية شهر أغسطس. وأوضح أن السبب الأساسي لبدء البرنامج بطلاب الصف 11 هو الحصول على الوقت الكافي لامتحانات الشهادة الوطنية من جهة، ولكونهم قلة يمكنهم تنفيذ تعليمات مكافحة وباء الكورونا، وسيكون ذلك التمهيد للعملية اللاحقة لبدء التعليم. وحول طلاب الصف الثامن، أوضح السيد موسى أنه وضعا في الاعتبار للدراسة المتبقية والاستعداد الذي يجب أن يقوموا به، فإن بدأهم التعليم نهاية أغسطس يعتبر كافيا، وعليهم المذاكرة الجيدة في منازلهم لتحقيق أفضل النتائج. وذكر الجدول الزمني لوزارة التعليم بأن الطلاب توقفوا عن التعليم المنتظم ل 61 يوما حسب جدول الهضبة، و 41 يوما حسب جدول المنخفضات، داعيا الطلاب والمعلمين للاستفادة القصوى من الفترة التعليمية القادمة وضعا في الاعتبار لفترة التوقف، موضحا بأن طلاب الصف 11 سيدرسون فقط مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والزراعة والتاريخ والجغرافيا والتجارة والاقتصاد، مناشدا المدارس للقيام بالمساعدات الإضافية وتعزيز أولياء الأمور والمؤسسات المشاركة لدورهم. وشدد السيد موسى نايب على التنفيذ الجاد لإجراءات مكافحة وباء فيروس كورونا أثناء سير العملية التعليمية، مذكرا المعلمين والطلاب الذين انتقلوا من إقليم لآخر إبلاغ مسؤولي المدارس ومكاتب التعليم، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في حالة ظهور أعراض وباء كورونا. شيدت 3 مدارس في مديرية فورو بأكثر من 3.5 مليون نقفة في ضواحي مالكا وإيروماري ودانانيلو، وتضم المدارس المشيدة 5 فصول ومكتبين ومخزن وخزان وخزان مياه ودورات مياه في كل مدرسة. وعلم بأن هذه المدارس التي ستقدم تعليم للأطفال في القرى الواقعة من روبر روبية وحتى دمحينا في العام الدراسي 2020/2021 ستسهم في حل النقص في المؤسسات التعليمية. واستعرض السكان معاناتهم في إرسال أبنائهم لتلقي التعليم لعدم وجود مدارس بالقرب منهم، وستحل هذه المدارس المشكلة إلى جانب مشاركة المرأة في التعليم، مؤكدين الإيفاء بالنواقص.
قيمت قيادة منظمات العمل المدني الإرتي في 15 مدينة إيطالية، وهي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإرتية وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والجاليات، وكذلك لجنة الإعلام والدبلوماسية قيمت أعمالها عبر رابط الفيديو يوم 27 من يونيو المنصرم. وقدم في التقييم الذي شارك فيه سفير إريتريا في إيطاليا الدكتور فسحاط يوهان بطروس ومسؤول الشؤون الشعبية والجاليات السيد كرماي هبتم كيل تقرير عن الأنشطة المنفذة والمميزات والتحديات. وقال السفير فيساتيون في الكلمة التي ألقاها في هذا الوقت الصعب الذي لا نستطيع فيه التحرك حسب الرغبة بسبب وباء كورونا، فإن وضع المنظمات الإرتية المهام والعمل لمساعدة الشعب والوطن نتاج للتنظيم القوي، وقدم شرحا حول راهن الأوضاع في البلاد. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون الشعبية والجاليات السيد كرماي هبتم كيل الأنشطة المنفذة في الأشهر الست الماضية والمصاعب والبرامج المتوقفة للمنظمات بسبب كورونا، وقدم تقريرا مصحوبا بالأرقام عن عرقلة الوباء لأوضاع عمل الإرتيين في إيطاليا والتبرعات المالية لمساعدة البلاد. وأضاف الإرتيون في المناسبة الإريتريون المقيمون في إيطاليا مبلغ 44,000 يورو لتبرعهم السابق بمبلغ 335,000 يورو ليصل مجموع تبرعهم 379,000 يورو، وإعفائهم إيجارات البيوت من شهرين وحتى سنة ل22 أسرة مستأجرة داخل البلاد. كما قدموا مبلغ 20,500 يورو بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء لتنمية صندوق أمانة الشهداء. قدم الدعم لأسر الشهداء والمحتاجين في أقاليم القاشبركة وعن سبا بالإضافة لمبادرات إعفاءات إيجارات البيوت. وقدم مبلغ 115,000 نقفة في ضاحية كودوفلاسي بمديرية مندفرة لأسر الشهداء والمحتاجين، بينما قدم سكان درعنتو وعد عداء الدعم العيني. كما قدم الدعم في قرى غزاق قبو وعدي قعبو وعدي شبطي وعدي قسمتي وعدي كلوم وقنا بالي. وقدم طلاب مدرسة سنبت قدوس كرجيس مندفرة 14,000 للأسر المحتاجة في مندفرة. من ناحية ثانية، أعفى أصحاب العقارات السكنية مدفوعات إيجارات البيوت للمساكن والمتاجر في مندفرة. وقدم سكان عدي كوماي بمديرية عدي خالة 155,700 نافة للأسر المحتاجة وإعفاء إيجار بيت في المدينة. وقدمت وحدات قوات الدفاع في مديرية عار القاش أكثر من 45 كنتال ذرة وطحين وسكر وعدس وغيره من المواد الغذائية للمحتاجين في توكومبيا وأوغارو. وقدم مواطن من عد إبراهيم بمديرية دكي 7,000 نافة. وأعفى السيد كوروم تلا إيجارات منازله في بارونتو والسيد إبراهيم موسى في أغردات ويرقى عقبة سلاسية في تسني، وكذلك السيدة أزمرة أسفها والسيد سمري مسفن. كما تم إعفاء إيجارات البيوت في عتكلازان. من جهة أخرى، قدم 64 مواطن من بريطانيا 35,000 نافة للمناضل المعاق داويد كحساي عبر الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. تبرعت الشركات والجمعيات والأفراد بأكثر من 250,000 نقفة لتنمية صندوق مكافحة كورونا. فقد تبرعت شركة أويل ليبيا إريتريا ب150,000 نقفة إضافة لتبرعها السابق ب50,000 نقفة، وجمعية سلاسي دكي شكتي المقيمين في أسمرة ب5,000 نقفة، وجمعية بعلز كهير غزاخنيشا 3,000 نقفة، وجمعية قدوس ميكيل زاول المقيمين في أسمرة 2,000 نقفة، وأبناء عد نفاس مرتا قيح المقيمين في أسمرة 2,000 نقفة، وورشة ولد ميكيل الراية 2,000 نقفة. وتبرع أصحاب بساتين كركبت ب23,000 نقفة، وعمال المؤسسات الحكومية في مديرية كركبت ب12,600 نقفة، وضاحية هماش دبا 9,000 نقفة، وضاحية بول أجج 8,600 نقفة، وأملايت 6,670 نقفة، ومتاجر أملايت 4,100 نقفة، ودرف 3,300 نقفة، ويكارع 3,000 نقفة. وتبرعت جمعية بحث إمني طليم المقيمين في أسمرة ب5,000 نقفة، وجمعية بعل مريم سحرتي وسكحي المقيمين في أسمرة ب2,000 نقفة، وجمعية قابر قبر منفس قدوس كوخباي المقيمين في أسمرة ب2,000 نقفة، ومغلق قبر هوت قبر ميكيل لقطع قيار السيارات ب3,000 نقفة، وجمعية قدوس قرقيس عد زمرة المقيمين في أسمرة 1,000 نقفة، ومزرعة أبراهام أبراتو لتربية الأبقار
الأطفال في وكي الفنافاه وجمعية جابر عدي يعقوب المقيمين في أسمرة الفينافاه وبارلول في سهازيون في وكي 500 نافاه. وتبرعت كل من ورشة يماني نقاسي في بوابة قدايف ومتجر سيمون حيلي لمواد البناء وتبلت تصفى سلاسل الأغمشة ومطعم وحان نقا وبار وبيت للتشيها ومطعم الساحل وتاسفه زجيل الحطب والفحم بألف نافه. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي والإيراني بأن هناك حاجة إلى حوار سلمي بين الأطراف المتحاربة في سوريا. كما أبلغ بوتين أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر عبر رابط الفيديو بأن بؤرا للإرهاب لا تزال موجودة في إدلب ومناطق أخرى بسوريا. وروسيا وإيران هما الداعمان الأجنبيان الرئيسيان لقوات الرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة في سوريا منذ 9 سنوات، في حين تدعم تركيا مقاتلين من المعارضة. وبموجب عملية دبلوماسية تعود إلى عام 2017 اتفقت هذه الدول على العمل على خفض القتال. وفي بيان مشترك عبرت كل من روسيا وتركيا وإيران عن قناعتها بأنه ليس هناك حل عسكري للحرب السورية وأنه يتعين تسويتها عبر العمل السياسي فقط. ورحبت أيضا باجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في أغسطس، فيما تقول الأمم المتحدة أنه سيكون طريقا طويلا لتقارب سياسي يعقبه إجراء الانتخابات. واتفقت الدول الثلاث على عقد القمة الثلاثية التالية بشأن سوريا في إيران دون تحديد موعد، قائلة أن الاجتماع سيعقد حينما يكون ممكنا. أيد مجلس الأمن الدولي أخيرا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 مارس إلى هدنة عالمية وسط تفشي وباء فيروس كورونا، واعتمد قرارا بعد شهور من محادثات يهدف للتوصل إلى حل وسط بين الولايات المتحدة والصين. ويدعو القرار الذي صاغته فرنسا وتونس جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الدخول على الفور في توقف إنساني لمدة 90 يوما متتالية على الأقل للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية. وتعثرت المفاوضات بخصوص القرار بسبب المواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي الحث على دعم منظمة الصحة العالمية، ولم ترد الولايات المتحدة أو تورد أي إشارة إلى المنظمة وهو ما كانت تريده الصين. وبعد تبني القرار تبادلت كل من الصين والولايات المتحدة الانتقادات. قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن على الولايات المتحدة فرض عقوبات فورية على روسيا بعد تقارير أفادت بأن موسكو دفعت أموالا للمتشددي طالبان بقرض قتل جنود أمريكيين في أفغانستان. وأضافت بيلوسي في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أنه لا بد من فرض عقوبات على روسيا ولا بد أن نقوم بذلك الآن. قالت حكومة كولومبيا أنها ضبطت في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من 7.5 طن من الكوكايين قيمتها 286 مليون دولار. وأضافت في بيان أن المخدرات كانت مخبأة وسط منتجات بناء وكان يجري نقلها من مدينة غرطاجنا الساحلية إلى بنما. وأضافت أنها تخص هياكل لتهريب المخدرات مرتبطة بعصابات جلف المسلح المنظمة، وكانت ستتسلمها عصابات إجرامية أخرى في أمريكا الوسطى وأوروبا. وقال مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الشهر الماضي أن إنتاج الكوكايين النقي في كولومبيا زاد بنسبة 1.5% العام الماضي إلى 1137 طنا رغم تقلص مساحة زراعة مادة الكوكا المكون الأساسي للكوكايين. ورغم جهود مكافحة المخدرات المستمرة منذ عقود لا تزال كولومبيا واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.